الكرام على الهواء مباشرة معي في هذه اللحظات المشرف العام على هذه البطولة استاذ كامل الوغدادي. اليوم هو اليوم الاخير بالنسبة لمرحلة الدوري التمهيدي، كيف تقيم الامور بالنسبة للعوامل الفنية، عوامل الحملة، حملة التوعوية، هل انت سعيد بهذه البطولة؟ حدثنا اكثر عن هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، بحول الله وقوته البطولة ان شاء الله انها ناجحه بجميع المقاييس وكما رتب لها وكما خطط لها، ولكن نطمح للاحسن ان شاء الله بدور الاربعه وفي النهايه، واتمنى من اخوان الجماهير يبلغوا اكثر شريحه من الناس عشان يتواجدوا معنا. نعم، ما هي العوامل اللي نحتاجها نحن كمنظمين حتى نستقطب الجماهير خلال الايام المقبله، لان ربما الجماهير ينتظرون طاريات الاقصائيات للحضور؟ انا اوعدهم ان شاء الله بجوائز قيمه في الدور الاربعه وفي مباراه الكاس، فاتمنى انهم يجونا بس ولهم اللي يرضي. البطولة خلال 6 أيام انقضت بمباريات كبيرة جدا، 8 فرق ربما تم اختيارها بعناية، هل تعتقد أن هذه البطولة حتى في اختيار الفرق اللي تصل لدور الأربعة قد ستكون الأمور ربما حسب المعتقد أمام الفرق كلها تمتلك نفس الفرصة، يعني الفرق اللي راح توصل لدور الأربعة كيف تعتقد أن تكون وضعها أو يكون وضعها؟ أكيد ما يوصل إلا المجتهد، وبأمانة الفرق كلها اجتهدت ونجحت البطولة، وأتمنى للي يوصلوا التوفيق. أستاذ كامل، أنتم صرفتم الكثير من الجهد في هذه البطولة من حيث ربما التركيز على اللجنة والعمل والتركيز بعد ذلك أيضا على الملعب وتنظيم الأمور والتركيز على الجوانب الصحية والتركيز كذلك ربما على الأمور الرسمية لهذه البطولة حتى خرجتم بهذا العمل بهذه الصورة، بطولة وزارة الصحة، ماذا تعني لك؟ تعني لي الكثير وتعني الوزارة الكثير وتعني للمجتمع المكاوي الكثير، وأتمنى من المجتمع المكاوي أنه يوصل صوتنا لكل بيت، بالذات لموضوع حمى الضنك، لأنه هذا فائدة للجميع، فأتمناهم أنهم يحطوا هذا الموضوع في عين الاعتبار، وهذه الدورة أساسا وضعت لهذا الموضوع عشان ندخل كل بيت من خلال كرة القدم. نعم، نعود كذلك أيضا إلى جانب المباريات. النهائي علمنا من مصادر كثيرة أن هناك عدد من النجوم سيحضرون المباراة الختامية أو المباراة الاستعراضية التي ستسبق المباراة الختامية. حدثنا أكثر عن هذا الجانب، ومن هم اللاعبين المدعوين وكيف كانت آلية استدعاء اللاعبين للمشاركة في المباراة الاستعراضية؟ للأمانة كل المشاهير مستعدين أنهم يشاركوا في حدث مثل هذا الحدث، وأعطونا موافقات، وبحول الله أنه حيكون عدد كبير جدا من مشاهير كرة القدم في المملكة يكونوا موجودين على هذا الملعب. سمعنا عن تعاون رؤساء الفرق ربما في هذا الجانب بإحضار اللاعبين، هل هذا الأمر صحيح؟ أكيد أنت حضرت معنا سليمان الاجتماع، وبالنسبة لرؤساء النوادي المشاركة تعهدوا بأن يحضروا من المشاهير كلا حسب ما يعرف، وإحنا منتظرين منهم الرد. المباريات دور الأربعة طبعا أكيد إنها يوم السبت الأحد حيكون راحة، الاثنين حيكون النهائي، هذا الأمر صحيح؟ الآن اللجنة الفنية في صدد أنها ترتب هذا الموضوع، وإن شاء الله قبل نهاية المباراة حنعلم. شكرا لك.